إهداء من أم ياسر إلى زوج بنتها عبد العزيز وبنتها عهود وأولادها. يا مرحبا وأهلين بالليل فونا بعد السفر وطول غباه من سنين. يا مرحبا وأهلين بالليل فونا بعد السفر وطول غباه من سنين. وأهلان هلا والشوق يسبق غنانا يلي وستوديو لمسان فاني يا عهود ويا عبد العزيز يا غلا فيكم هلا وبعيالكم ألف سهلة والحمد للمولى استجاب لدعانا وبالسلامة ردكم للمحبين. ونور الوطن هاليوم يا ناس نوره من بريطانيا عدتم والسعد جانا نفرش لكم ورد الغلا والرياحين. يا مرحبا واهلين واستوديو لمسات غني لكل جديد وحصري واهلان هلا والشوق يسبق غنانا يلي غلاكم ساكن شوفتكم ويفرح معانا كل الاهل والصدقة والعزيزين والشوق جمر نشب داخل حشانا وشوفكم يروي ضم القلب والعين. يا مرحبا واهلين بالليل فونا بعد السفر وطول غباه من سنين واهلان هلا والشوق يسمع والفخر والنياشي. وستوديو لمسات غني بعد السفر وطول غباه من سنين واهلان هلا والشوق يسبق غنانا يلي غلاكم ساكن القلب والعين. رفعت روسنا فخر لاسمانا وبك يا رشيد كل بنا فخوري بريطانيا قد كسبت الرهانة رفعت اسم بلادك بفعلك الزين. يا مرحبا واهلين بالليل فونا بعد السفر وطول غباه من سنين وستوديو لمسات غني والشوق يسبق غنانا لكل جديد وحصري ساكن القلب والعين. لك يا الرشيد قدر علي يا الشام يا النادر سلي للسلاطين وزوجتك عهود مثل الجمانة درة ثمينة وغالية وتسكن العين. طول الزمانة في غربتك في كل وقت وكل حين هذه الأميرة اللي غلاها احتوانا بنت الفخر والعز تاج المزايا. يا مرحبا واهلين بالليل فونا وستوديو لمسات غني لما الغلا نجمة تنور سمانا ومحمد اللي شوفته تسعد العين. يحفظكم الله وتبقون معانا.
واستوديو لمسات رنين لكل جديد وحصري للتواصل جوال 05-02-19-35 واستوديو لمسات رنين.